حتى سمعت تصريحه انه قال الملعب اثر على اللعبه كثير، الملعب كان مفتل. لكن انا بفتكر يعني انجز انجاز كبير ريكاردو. وشيء ثاني ريكاردو لما فاز النتيجه وصلت 2-0 صراحه هو اللعيبه اخذوا الطمع. ريكاردو بالتحديد طمعوا في المباراه، طمعوا في المباراه انه يفوز نتيجه، دليل انه نزل عثمان ميسي بدل التبديلات يعني بدل ابو عاقله. يعني كان واحد يعني ما ممكن تلعب خارج ارضك فوز 2-0 ما خلاص هو عايز كان عايز ممكن يلعب من نتيجه تاريخيه 3-4-0 خارج ارض ويقول للناس انا اول اقوى نتيجه عمل الهلال خارج ارض تقريبا. انت انا افتكر ده فكر الفراسه على حسب توقعي منه. لكن هو طبعا يعني بالتطور الجديد لسه في غير ريكاردو. ومباراة الأمس يعني هو زي ما ذكرنا طمع شوية والطمع ضيع وضيع أهدى الفريق الخصم التعادل. أنا أفتكر ريكاردو لو كان دخل حتى لو مدافع زايد عمل خلايا بخمسة مدافعين لأنه كان وصل تقريبا دقيقة 70 فايز 2-0 تقريبا. أنا مش شفته قبل كده محمد طيب مورينو مع فريق نيجيري مع كان أقوى لعب بخمسة مدافعين ودخل على حساب أقوى. أنا أفتكر ريكاردو كان بعد دقيقة ممكن يدخل كان بوي في قلب الدفاع هون يعمل يساعد المدافعين الاثنين وتارا وإيرين. لكن وأقوى بالأمس فاز على شباب بلوزداد الفريق العربي بهدف في نيجيريا. أي تقريبا فاز على 1-0 مرة دي في دوري الأبطال أقوى. فاز على الأبطال فاز على 1-0 لكن الهلال كان غابله في الكونفدرالية. كان غابله في ذكر في الكونفدرالية نعم غابله وفاز على فزنا عليه في الخرطوم 2-0 وفاز عليه هناك في نيجيريا 3-1 كان مع المدرب مورينو محمد. جميل. فمهم ريكاردو كان امبارح بس يعني غلط في انه كان بدل يكسب هو انت باي 2-0 وخارج ارضك هو زود من المهاجمين المفروض كان يزود من الخط الدفاع اكثر. نعم.